السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. البنات ان شاء الله رائعين. شي حاجه خطيره البنات، هادو التوب ديالهم خيط كيف ما كتشوفوا، التوب ديالهم خيط غزالين وفيهم لوينات رائعه صراحه بالنسبه لعاشقات الخيط. وكيف ما كتشوفوا راه فيهم الطول وفيهم العرض وفيهم ثمن مناسب اللي هو 50 درهم البنات. البنات وكاين هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا، الباج والمارون. اللي بغات شي موديل دير ليه سكرين. مرحبا والف مرحبا. كيف ما قلت لكم التوب ديالو خيط، الملمس ديالو ناعم رطيب كيف ما كتشوفوا. الخيط راه معروف، والعشاق الاحمر شي حاجه رائعه البنات. لامبريمي ديالو واعر صراحه، الزواقه ديالو غزاله كيف ما كتشوفوا البنات. وكيف ما قلت لكم دائما الطول والعرض، الطول والعرض وثمن مناسب اللي هو 50 درهم. ما كاينه 100 درهم، ما كاينه 80 درهم، ما كاينه 70 درهم، 50 درهم. كلشي تبرع والوينات لونين سيكفلون. وكاين هذا اللون هذا البنات، هذا البلون كاسي، البلون كاسي بحال الابيض تقريبا، والزواق ديالو بالبوردو كيف ما كتشوفوا البوردو. ها انتم البنات دائما نفس الشال غير الوينات اللي كيتبدلوا، دائما طول العرض وشي حاجه غزاله صراحه. وكاين هذا اللون هذا البنات الخضيدر مع الفيغ او، هذا الفيغ او اللي داخل واخا كيبان في الكاميرا بحال الا بلون كاسي، هذا راه فيغ او. غنحاول نبعد باش تشوفوا صراحه شي حاجه غزاله. وكاين البنات هذا البلون كاسي هذا بالخضيدر شي حاجه غزاله صراحه، واعر 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 بزاف اللون، غزاله البنات كيف ما كتشوفوا. اللي بغات شي حاجه دير سكرين، مرحبا والف مرحبا. والثمن 50 درهم البنات. البنات البلوغوا العاشقات هذا اللون هذا، هذا الزريرق هذا شي حاجه رائعه كيف ما كتشوفوا، غزال صراحه. شال زعما الملمس ديالو ناعم، يعني فاش كتحطيه على راسك شي حاجه رطيبه وزوينه كيف ما كتشوفوا ودافيه. ندوزوا البنات للون اخر. البنات لون جديد وموديل جديد، هذه زواقه اخرى البنات في الخيط، شي حاجه حتى هو رائعه. ودائما الثمن 50 درهم البنات، الطول والعرض يعني كل شيء تبرع وتسخني في هذا البرد هذا. وصراحه التوب ديالو رائع، الخيط على الملمس ديالو ناعم. انا كنحاول نقرب لكم نقرب لكم. وكاين البنات هذا الغوز هذا، العاشقات الغوز، ها هو البنات اللي عندها شي جليليبه شي مونطو شي لبيسه شي حاجه رائعه كيف ما كتشوفوا. هذا الغوز بارد وفيه هذا الغوز هذا في لامبريمي ديالو شي حاجه غزاله. دائما شوفوا معايا الطول، ها انتم البنات شوفوا الطول شحال والعرض. وكاين هذا اللون هذا الخضيدر صراحه واعر، هذا الخضيدر هذا حتى هو كيف ما قلت لكم راه لامبريمي ديالو زوين ولون ستيك فلون. وكاين هذا اللون هذا كيجي الارض ديالو بحال الا باج، وكيجي فيها هذا لورانج هذا، دائما الطول والعرض كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا اللون هذا مغلوق على اللي قبل منه، ها انتم تشوفوا الفرق، الفرق ما بين هذا وهذا، هذا شويه مغلوق وكيجي فيه بحال المارون بحال داك الطابه، رائع رائع حتى هو. المهم يا كاع الوينات ديالهم زوينين البنات. وهادو الشالات ديال الكريب كيف ما كتشوفوا، الشالات ديال الكريب راه غنيين عن التعريف، راهم دائما متوفرين عندنا في المحل في الوينات. هذه زواقه جديده البنات، حتى هما دائما كيف ما قلت لكم، ها انتم ها الطول ها العرض، هادو راه طوال وعراض كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالهم هادو 60 درهم. وها هما اللوينات ديالهم، ها هما البنات اللوينات. كاين هاد البيض هذا بالاحمر، كاين الخضيدر بالابيض، كاين هاد الزريرق هذا، ها هو داير انا فحالو دابا كيجي رائع. وكاين في هذا الموطارد هذا، وكاين في هذا الغوز، ودائما الارضيه كتكون بيضه. وكاين هذا الموديل هذا، ها هو عاود دخل، كان عليه طلب كبير، ها هو عاود دخل، فيه كلشي اللوينات ديالو زوينين. ها هو البنات اللون ديالو اللي فيه الاحمر، بغيت شفتو نتوما ديجا الزرق، هنا وريتكم الاحمر ديالو كيفاش كيجي، كيجي بالبيض والاحمر والنوار صراحه انا رائع، حليته لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. ودائما راه كيف ما قلت لكم غير اللون اللي كيتبدل، ودائما الارضيه بيضه. ومرحبا والف مرحبا ومع السلامه.